بس انت فعلا بتحسيه زي ما بوصف لك كده، كنت في الوقت ده بتحسيه واضح كمان انه مازال لحد دلوقتي بتحسيه خطوه اقرب لربنا. هي روحيا احيانا بتبقى اقرب لانك بتحس ان انت جوه الحاله دي كلها. واحيانا تانيه بيبقى ايه كان بتحسي بايه؟ لا مش هو ده بحس ان انا ده. لا احيانا تانيه يعني حسيت ان انا في الفتره الاخيره قبل ما ارجع تاني واشتغل، حسيت ان انا حابه اشتغل وحابه ابقى متواجده وحاسه ان ده ما يمنعش ده، يعني حبك لربنا انك تبقي قريبه من ربنا دي اجمل حاجه في الدنيا. مش هو ده لوحده اللي هيخليكي اقرب. انت ربنا معاكي طول الوقت وانت مع ربنا طول الوقت لو انت عايزه، سواء بالحجاب او من غير حجاب. يعني دي اجمل حاجه، بس هي الفكره ان لازم تكوني انت حاسه حاجه من جوه. وانا مش حاسه دلوقتي ممكن باحسن حاجه، لكن حب ربنا هو هو. احساسي الداخلي تعلقي فيه هو هو. انت وصلتي لده مع الوقت؟ يعني لما روحتي ورجعتي اكتر من مره فوصلتي؟ ممكن بس نفسي اعلق على اكتر من مره دي بليز، ينفع؟ طبعا. الناس كلها بتقول راحت ورجعت، انت روحتي ورجعتي ألف مره او روحتي رجعتي اكتر من مره. انا ما روحتش ورجعت اكتر من مره ولا حاجه، ده هي مره. انا روحت 12 سنه وبعد كده رجعت، بعد كده في النص كده انا كنت لسه راجعه بقى لي سنه. طبيعي جدا جدا لما تحسي ان في حاجه هتقربك من حته انت كنتي فيها 12 سنه هتقولي خلاص انا خليني في الحته دي السيف سايد، يعني الحته الامان يعني. فرجعت في الحته الامان دي تخيلا مني او ظنا مني في الوقت ده ان ده احسن حاجه. وكلنا على فكره بيجي لنا اللحظات دي في حياتنا، تبقي انت فاكره ان هي دي احسن حاجه، صح ولا لا؟ صح طبعا. وشايفه قوي، ومهما حد يحاول يقنعك او يقول لك اي حاجه ثانيه تقولي لا انا شايفه ان هو ده دلوقتي الصح. تجربتك كمان. تجربتي لان احنا في الاخر بصي احنا بشر في الاخر، احنا بني ادمين. الانسان ما ينفعش يبقى على وتيره واحده، يعني طبعا. لو انسان واحد طول العمر لحد ما يموت هو نفس الشخص طول الوقت في حاجه غلط، مش هنتطور الا بالشكل ده. ولازم تمر بالتجارب، الحياه كلها تجارب. لازم تمر بابس اند داونز.